كب كيك عشان هنحط جواها قوالب شوكولاته. ده الجديد ده اللي هتشوفوه دلوقتي. المقادير عباره قدام حضراتكم، اكتبوها بالمظبوط: 2 عدد بيضه، باكو من الفانيليا، رشه ملح بسيطه، كوب من السكر، كوبايه من اللبن، نص كوبايه من زيت الذره، 2 معلقه كبيره من الكاكاو الغامق، 2 كوب من الدقيق، باكو بيكنج باودر. قدام حضرتك المقادير وشويه ايه المصفه ديت، الشوكولاته، المكعبات اللي عندنا ديت اللي هنحطها فين؟ في النص بالظبط، واحنا بنصب عندنا الفرن بتاعك. نجيب عندنا 2 عدد بيض، بالشكل ده، ونحط عندنا كوب من السكر، شوية فانيليا صغيرين، ونعمل الخفق. تحط الزيت بتلاقي الايه الخليط بدا ينعم معاك. اقوم واخد عندي 2 كوبايه من الدقيق، حاططهم هنا في منخل او مصفى عشان ندخل الهواء كويس قوي جوه الدقيق، وادي الكاكاو، وادي البيكنج باودر، وادي رشه الملح البسيطه جدا جدا. دخلنا الدقيق، 2 كوبايه من الدقيق والبيكنج باودر، وعندنا شويه الملح والمعلقتين الكبار من الكاكاو الغامق. نقوم واخدينهم رايحين فين؟ عند على الخليط الحلو ده، ونقوم حاطين معاها الكوب الحليب، ونخفق يا باشا كل ده مع بعض. زي ما قلت لك المقادير في المظبوط قوي، بالكوب وبالمظبوط، ف اهي هلم الجوانب كده، ولا تزودي حاجه ولا تنقصي حاجه. بص المقادير، بص ما شاء الله المقادير عامله ازاي اهي، قوام بقول لك في المظبوط. طيب نجيب عندنا معيار، هنا في المعيار الصغير ده، حلو، نمسح منه شويه الحليب بس دول، ونقوم جايبين يا سعاده الباشا الكلام ده كله، ونقوم حاطينه عشان هنصب بيه زي الفل. نعمل ايه بقى؟ بص بقى طريقه الصب ازاي. حط شويه بس واستنى. ايه يا عم مش هتملى؟ لا ثواني بقى، بعمل الحركه الجميله قوي دي، بقوم حاطط مكعب الشوكولاته هنا في النص، واقوم ضاغط عليها كده، ونقوم حاطين عليها بقيه العجينه. يا سلام، شغل عالي. نحط التانية برضو الربع كده بالظبط، وبعد كده نقوم واخدين مكعب الشوكولاتة الحلو ده هنا، ونقوم حاطين كده بالشكل ده، وهكذا نكمل. ممكن بقى ايه يعني نعمل الربع كله مع بعضه، وبعد كده نرجع نكمل، صح كده؟ عشان ايه الوقت اهو اهو. في ناس تقول لك ممكن احط مارشميلو، طبعا سلام،
ممكن نحط شوكولاته ميلك جدا، اي حاجه يعني تقبل اي حشو على فكره انت عايزاه. ممكن نحط مربى على فكره، ممكن نحط مربى فراوله، بلوبيري، راسبيري، اي نوع مربى ينفع على فكره تقبله يعني. مكعب الشوكولاته اهم حاجه ما يبقاش زايد عن الفورمه عشان يخش يبقى محكوم جواها ويبقى كبير كده وحلو. اهو يطلع بقى الشوكولاته ديت تبقى ايه، تسيح جوه كده وتبقى حاجه جميله جدا عشان ما نسيكاش. بس ايه، ونبدا نحط عندنا العجينه الباقيه عليها كده من فوق. اه صح، السلام يا استاذ حمدي. اهي بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه. نقوم واخدين عندنا الايه، الفرن درجه الحراره كام؟ 170. وجايبين عندنا الصاج بتاعنا بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه. في ايه من جواه؟ في شوكولاته. بس انا مش صابب للاخر لان كل ده لسه هيعلق في الفرن. ناخد الكلام ده كله ونروح عندي على الفرن على درجه حراره 100. احنا لسه ده ما عملناهوش يا حمدي، معلش. انا ظبطت درجه الحراره خلاص، نزلت اه 170. ده هي 10 دقايق وبعد كده نبدا ان احنا نطلعه. في اعتقد يعني كنت جايبين فرن ثانيه. ايوه اهو، عشان ايه هو ده الكميه دي كتير قوي، فهنبدا ان احنا برضو نصب ونعمل الباقي. لسه في ديكور هيتعمل ليها، هنشوفه ان شاء الله ونظبطه. نشوف الديكور ده، نطلع فاصل صغير وبعد الفاصل ابدا بقى اللي انا هجيبها بعد ما تطلع وتبرد شويه. نبدا ندي لها ممكن سكر بودر، وممكن ندي لها شوكولاته بيضه صحيح، يبقى واخده من جوه شوكولاته بيضه ومن فوق شوكولاته بيضه، وهي اصلا شوكولاته غامقه في الحشو نفسه لان حاطين كاكاو. الكورنيه الشوكولاته البيضه. الكورنيه بيتعمل ازاي؟ خلينا نشرحه. بصي القصه بتاعته، عشان في ناس كتير قوي بتقعد تتعلمه وللاسف الموضوع بيبقى صعب بالنسبه لهم. شايفه ازاي بتقطع ازاي؟ طب يا حمدي تعالى نقطع واحد تاني قدام الساده المشاهدين. بص دي ورقه الزبده، الاثنين دول ينفعوا كورنيهات على فكره. بص انت بتشتغل ازاي بقى لما تيجي تقطع الكورنيه؟ بتقطعيه كده كده، تمام؟ يعني ازاي كده؟ اهو كده تمام بميل، وتقوم شايلاه كده. تعمل ايه يا استاذ حمدي؟ بنقوم واخدين عندنا دي ايديا كده، بنقوم ماسكين بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه، ونقوم ايديا التانيه. بص فين، بص بقى حركات ايديا فين ماشيه ازاي. بص ايديا، بص ادي دول اهم حاجه اهو كده، وبنلف عليهم كده اهو كده كده وكده 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 لحد ما نوصل. يبقى ده الكورني اللي احنا نقدر نشتغل برسم بقى ونرسم بيه ونعمل بيه كل اللي احنا عايزينه. نقوم ماسكين دي، نقوم حاطين هنا في النص كده كده، نقوم ننزلها تحت نضغط عليها، ونقوم ماسكين دي كده. بقى عندي الكورني الجميل اللي نقدر ان احنا نشتغل بيه اي انواع الحلويات، وعايزة تحط فيه ايسنج مثلا، تحط فيه كريمة، تحط فيه شوكولاتة، ترسمي بيه زي ما حضرتك عايزة. بجيب عندي الشوكولاته، ومهم جدا في الكورنيهات اللي الشوكولاته تكون سايحه صح، ما تبقاش مخرزه. لو مخرزه تصفيها. نصفيها ازاي؟ بمصفى زي دي، مصفى زي دي بتصفيها تاني، عشان ممكن تكون خدت حراره زياده. فلو خدت حراره زياده ايه اللي بيحصل؟ بتلاقيها خرزت معاكي. لو ما خرزتش بنقوم جايبينها كده نقفل ازاي بالشكل اللي حضرتك كده شايفينه كده كده، وننزل وننزل وننزل
وادي يا جماعه بص الكورنيه، بص بقى الخيط رفيع جدا، بص اهو كل ما كان رفيع كل ما تكون الصنعه بتاعته اعلى، فاهم ازاي؟ وكل ما تكون الرسمه على الطبق اعلى بكتير. يعني مثلا تعالوا نجيب طبق ريك، بص الطبق العشا الجميل ده، تعالوا نجيب الطبق ممكن ده، هو اصلا مرسوم، هو راك مش مدينا فرصه نعمل اي حاجه، فايه المفروض نجيب طبق زي ده يكون ساده عشان نعرف نرسم، لكن هم راسمين عليه اهو. اشيل منه اي تقسيمه كده موجوده، مثلا ايه نعمل شوية اشكال كده، فاهم ازاي؟ عملت ليه جايب طبق اسمر، هو من حظي اللي راك النهارده جايب لنا لون حلو قوي الاسمر ده عشان ايه، والشوكولاته بيضه، وتقوم جايبه فورمه الكب كيك ديت ونقوم حاطينها هنا، وبعد كده نقوم واخدين دي وعليها خط ابيض كده من فوق بس كده. هنعمل شكل تاني كده وكده، وكده بالشكل اللي حضرتك كده شايفينه، كده كده ونقوم واخدين الجامد ده كده ونقوم حاطينه كده. بص شكل الطبق ده عامل ازاي، خطير صح؟ ممكن ناخد دي كده بالشكل اللي حضرتك كده شايفينه، نقط كده، نقط 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 نقط، تقديمة الطبق والتقديم نفسه مهم جدا، التقديمة نفسها بتاعت الأطباق نفسها مهمة. طب تعالى نفتح واحدة، تعالوا نفتح واحدة اهي، بص الجمال، الشوكولاتة البيضة فين اهي. تعالوا نجيب طبق تاني ونعمل شكل تاني، بص نقدر نعمل اشكال كتير جدا جدا في الاطباق، ولكن زي ما قلت لك يا راك بس مش مدينا مساحه اللي احنا نعمل رسم في الطبق. فالطبق لو عندك ساده هو طبعا ايه مش مدي، يعني بيقول لك ايه انا لا مجرنش لك الطبق عادي، حط عليه الجاتوم بتاعك وزي الفل، او ما تجودش بقى ونرسم، لكن انا بعلمك بس ازاي تقدري ان انت ترسمي بطريقه سهله جدا. تعالوا نعمل رسمه تانيه، هنعمل دي نور كابتن شادي، نقوم حاطين الباشا ده كده، ونقدم كده هكذا بقى وهكذا وهكذا لحد ما نبدا ان احنا ايه نخلص الموضوع كله. يعني علمتك شويه حاجات كده على ازاي تقدري تعملي الحاجه.